مثبته دايما بتساوي 2 اي كاونت موجوده على بار دوز لي مفيش تاب سموث لازم تاكد على الكلمه دي معاك المسألة عشان تعرف تتكلم هيتحرك من سلبيه تحت تاثير سرعته الابتدائيه في كام؟ ب 15 فهيبدا يسحب كيس معوج بيتحرك كده هيبدا يسحب السبرينج فاللي انا برسمه ده مش سبرينج تايم ده سبرينج في الوضع ده لما رجع النقطه دي السبرينج الكي بتاعته بتساوي 4 اي باوند كي بتساوي 4 اي باوند على الضغط شيل عايز السرعه بكام لما الاس بتساوي 1 عايز السرعه لما تكون كده نفس النظام الجسم عنده ده بيمثل قوة ايه؟ وفي عندي الوزن وفي رد الفعل، هحتاجهم ليه؟ لأن مش قوة مش هحتاجهم معايا لأن الجسم بيتحرك حركة ايه؟ يبقى سبمشن الفورس اتجاه الحركة بيساوي الماس في الاكسلريشن. خلاص كده؟ طيب القوة اللي عندي في الجيب سبرينج لو انا حطيت الزاوية دي سيتا ورسمت فيها مثلث هنا. دي سيتا وده عبارة عن واحد وده عبارة عن اس. ده يبقى ده عباره عن ايه؟ واحد زائد اس ده بالنسبه ليه؟ الستة موجودة عندي. طيب القوة اللي قلنا القوة اللي بتصنع جسم اليمين ليفت سبرينج الاتجاه الموجب ولا السالب؟ لأنها هتحاول ترجع للجسم صح؟ يبقى سالب اف سبرينج كوزاين سي بيساوي الماس في الاكسلريشن. خلاص؟ شيل الاف سبرينج على جنب كده. الليف سبرينج بتساوي ايه؟ الكيب ايه؟ دلتا اكس او دلتا اس الكيب كام؟ اربعة افتح قوس من الدلتا اس ايه اللي ناقص؟ ايه اللي نو؟ خلاص؟ ده طول الامتداد ده طول الامتداد كام؟ واحد وده طول النهاية اللي هو كام؟ يبقى ده عبارة عن الكسر التربيعي واحد زائد اس سكوير ناقص كام؟ قول ال ناقص ال نو جذر واحد زائد اس سكوير ناقص واحد ده اف سبرينج طب كوزاين سيتا المثلث بتساوي ايه؟ مجاور على ايه؟ على الوضع خد ده وخد ده اهو قول يبقى عندي سالب ايه؟ سالب اربعه افتح قوس جذر التربيع واحد زائد اس سكوير ناقص واحد مضروبه في مين؟ في اس على جذر واحد زائد اس سكوير يتساوي الكتله بكام؟ 2 على 32.2 من 10 ال 2 مع ال 4 يبقى لي هنا كام؟ اضرب ال 32.2 من 10 في ال 2 يبقوا سالب 64 وكام؟ 4 وزع ده على الفورس فالاس على الجذر لما يضرب في الجذر الجذر هيبقى صح يبقى لي اس ناقص اس على 1 زائد اس سكوير يساوي اس رجع لي نفس الفضه بتاعت مين؟ اللي هي الاكسلريشن ده في مين؟ في المسافه مش في الزمن. الاكسلريشن ده الاكسلريشن بتاع ده اللي في المسافه. انا جبت ازاي بالظبط ده اهو. يلا. العظمه كانت في دي على دي ولا في دي على دي اس؟ في دي على دي اس. حط ده عليه بس هتكمل كيف تكمل هتكمل الطرفين هنكمل السرعه اللي كام؟ 15 سرعه اللي هي 15 ومن صفر لاس هو عندي اس بكام؟ كان ينفع اعوض هنا عن اس بواحد واخلي ثابته؟ ما لازم الاكسيشن عامل عمليه تكامل واعوض في ده بس عارف كام؟ في بتجي في انت كاتبها في سكوير على كام؟ على 2 يعني عباره عن في سكوير على 2 ناقص 15 سكوير على كام؟ بيساوي سالب 64 و4 من 10 درجه افتح قوس تكمل الاس اس تربيع على 2 اس على جذر التربيع صح؟ انا قسمت على الحضره فوق في 2 فال 2 تروح على 2 يبقى هو عباره عن سالب جذر 1 زائد ايه؟ اس سكوير صح كده؟ في انا بعوض التكامل من صفر لكام؟ صفر الاس؟ لا ما تعوضش الواحد هنا. ما تعوضش
خليك في اس دلوقتي. ما انا هقعد لحد الاس اس سكوير على الاقل ينزل زي ما هو صح؟ هنا ناقص جهاز التربيه واحد زي الاس سكوير ينزل زي ما هو. عوض بالصفر ده يبقى كام؟ ناقص هنا واحد زي كام؟ جهاز واحد كام؟ وانت بتقول ناقص مع الناقص ده يبقى هنا في زي كام؟ خلي بالك هي دي بس فيها الحظوظ الحظوظ والحي والليل كلهم لازم تعوضهم في حدود التكامل لانهم هيطلعوا قيمه. بس زي واحده السالب بتاع التكامل اللي هو الحد الثاني السالب الموجود في الحاله دي هطلع اس بجد ها الاس بتساوي 1 طبعا.